واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى من شركه ايفون. واستكمالا لفتح كراتين حمله 9، حبيتش اطول عليكم الفيديو اللي فات لان كان فيه لسه حاجات كتير عايزه اتكلم عنها. يلا بينا نشوف ايه الحاجات اللي انا طلبتها في حمله 9 من مجله الاعضاء وبقيه عروض البروشور وكمان التحفيزات اللي خدتها. بس قبل نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نشوف بقيه العروض اللي لحقتها. من العروض الحلوه اللي ما كانش ينفع تتفوت وهو عرض المانيكيرز، كان نازل بسعر تحفة جدا جدا جدا، يعني كان نازل بأفضل سعر لي على مدار السنة. وأنا طبعا زي ما أنا قلتلكو في شرح الكتالوج ما حبيتش أفوت الدرجات اللي أنا كنت محتاجاها، فدي الدرجات اللي أنا جبتها نتفرج عليها سوا. أول درجة معانا هي الدرجة اسمها ريسينج، درجة اسمها ريسينج هارتس، وهي الدرجة كده فوشيا غامق بس روعة روعة روعة. هي اغمق طبعا، الاضاءة ضربة فيها فباين ان هي لونها فاتح، لكن هي لونها اغمق من كده. دي كانت اول درجة معانا انبسطت بيها جدا. وتاني درجة معانا وهي درجة مشهورة جدا جدا اسمها ريد از ريد، وده احمر صريح زي ما انتوا هتشوفوا كده اهو ده اللون. ونروح يا بنات ان الدرجة اغمق من الكاميرا. وتالت درجة معانا وهي درجة بقى من درجات البنفسجي، وهي اسمها ريديانت اوركيد، برضو من الدرجات اللي حبيتها قوي 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 قوي. وطبعا انا عاملة سيرش على الدرجات دي وشايفة درجاتها والوانها، عشان خاطر الدرجات اللي بتبقى في الكتالوج ما بتبقاش باينة قوي، فانصح ان البنات كلها تعمل زي كده. شوفوا انا سيلز ليدر في ايفون وكل حاجة، بس برضو بعمل سيرش وبدور على ريفيوهات وبعمل كل اللي انتوا بتعملوه والله، عشان خاطر اشتري الحاجة اللي مناسبة ليا او اللون اللي انا بدور عليه. ده تالت لون معانا، بصراحة كان اختيار موفق، يعني اختياري للالوان كان موفق جدا. ورابع لون معانا هو لون غريب كده شوية، بس انا عندي هدوم في الشتاء كتير اللون ده، وهي الدرجة اسمها كالم اند تشيل، درجة جراي، يعني هو لون جراي زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده مختلفة، نخرج برا الصندوق شوية. دي درجة زي ما انتوا شايفين وهي برضو اغمق سنة. ما بحبش المانيكيرز اللي لونها فاتح، احب المانيكير احطه كده ينطق ايدي مش يغمق ايدي. ودي طبعا اذواق، يعني كل واحد حر في الذوق بتاعه. طبعا سعرهم كان حلو جدا، كان 55 جنيه قبل الخصم، يعني بعد الخصم سعر ما يتفوتش، وبرضو من الحاجات اللي خلصت بسرعة جدا من الشركة، فاللي لحقها فاز بيها. وكان نازل معنا برضو عرض حلو على درجات جديدة من المانيكير، وهو المانيكير اسمه كراشد كريستلز. المانيكير ده تحفة تحفة تحفة، الوانه عجبتني ولسه بقى هجربه على ضوافري واقول لكم رأيي فيه ايه. بس جبت درجتين اللي كانوا نازلين في البروشور، وكان في عرض ان انت لو اشتريتي اتنين مع بعض من نفس الصفحة تاخديهم بخصم اقل. اول درجة اسمها روز كاترز والتانية اسمها دايموند، الاتنين احلى من بعض يا بنات، بجد بجد احلى من بعض. هنزل لكم صورتهم برضو على السكرين، كنت جايبه درجاتهم من على النت. دي اول درجه معانا، قد ايه جميله قد ايه. انا بحب اي حاجه فيها بروبروب، يعني اي حاجه بتلمع هتلاقوني دايسه فيها. الحاجات المات دي انا بس بستخدمها مواكبه للموضه، لكن انا شخص بيحب البهجه والبروبروب قوي 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 يعني. فدي كانت اول درجه معانا. تاني درجه معانا بقى هي اللي كانت سبب في تاخير الاوردر، هي دي اللي كانت سبب في تأخير الأوردر. كنت طالبة الدرجة التانية اللي في الكتالوج اللي هي اسمها جولدن روز، النوع برضو من انواع المانيكير الجديده، وكنت حابه اجربه واقول لكم رايي فيه ايه. بس النوع ده ما توفرش، فطبعا ايفون عشان خاطر ما تبعتليش منتج انا مش عايزاه اتواصلوا معايا وقالوا لي ان المنتج ده مش متوفر واحنا هنحط لك بداله بديل، فطبعا حطوا لي المانيكير ده وبصراحه عجبني جدا جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كده الدرجه عسل، تحفه تحفة، الدرجة جميلة جدا جدا جدا، وجربتها على ضوافري مش عايزة اقول لكم قد ايه الروعة وقد ايه الجمال. البروشور اتأخر الاوردر اتأخر، بس مفيش مشكلة لو كان العوض في الدرجة الحلوة دي، فانا كده يعني مبسوطة. الاوردر بصراحة مفيهوش حاجة ضايقتني، بجد الاوردر كله جميل وحبيته،
ولما بفتح الكرتونه كده بحس بسعاده بالغه، يعني مش قادره اوصفها لكم، خصوصا لما بيكون في منتجات جديده او برفانات جديده هجربها، ببقى سو اكسايتد. والحمله دي بمناسبه الاحتفال بتاع ايفون وعيد ميلادها، نزلت لنا برفان، لا هو اودو بيرفيوم ولا هو اودو تويلت، لا ده بيرفيوم سيرف، يعني الزيت العطري اللي فيه نسبته عاليه جدا، والبرفان زي ما انتم شايفين اهو مكتوب عليه بيرفيوم، وهو برفان فار اواي بيوند. قد ايه جميله. طبعا البرفانه مقفوله زي ما انتم شايفين، لسه ما فتحتهاش، هفتحها معاكم في الريفيو، ولكن انا ما حبيتش افوت الميني بيرفيوم بتاعها، كان قلبي حاسس ان هي هتطلع حلوه، وهي فعلا حلوه. هنتكلم بقى عن مكوناتها وثباتها وكل حاجة عنها بالتفصيل، انتظروا الريفيو عنها. سعرها كان حلو جدا يا بنات مقارنة بالسعر اللي هتنزل بيه الحملة اللي جاية، طبعا لان احنا بينزل لنا الحاجات دي في مجلة الاعضاء بسعر يخاطب الاعضاء او خاص بالاعضاء، عشان ايفون بتحب تضلع اعضائها، وعشان انت تجربي المنتج اول مرة وتنصحي بيه العملاء بتوعك، او لو انت بتستخدميه استخدام شخصي تفوزي بيه بالسعر ده، ولو انت حابة تكرريه تطلبيه الحملة اللي بعدها بنسبة الخصم الخاصة بيكي. وده شكل الميني بيرفيوم من جوه، شكله زي اي ميني بيرفيوم، بس حابة اقول لكم الله. بصوا مبدئيا كده يعني عشان خاطر اللي حابب يشتريه، هو ريحته فانيليا قوية جدا، وفي ثمرة الكمثرى، وريحة ثمرة الكمثرى برضو باينة فيه في مقدمته، ولكن القاعدة بتاعته فانيليا وبتثبت، يعني فانيليا فانيليا بقى من اللي قلبك يحبها، وقوية وصريحة وفواحة جدا. عشان اللي حابب يطلبه عقبال ما اعمل الريفيو، يطلبوا بسرعة ويلحقوا لانه رائع. من الحاجات تاني اللي كانت برضو موجودة في مجلة الاعضاء، وهو سيرم جديد معانا من انيو، السيرم دوت بالبروتينول، والسيرم ده ليه مميزات كتير 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 حلوة، والمفروض ان انت بتستعيدي رونق بشرتك وشبابها في 7 ايام. هجربه برضو اقول لكم رأيي فيه ايه، برضو كان نزل بسعر حلو جدا في مجلة الاعضاء، اللي عايزه يلحقه عشان برضو الحملة اللي جاية نزل بسعر اعلى، وهتاخديه حسب نسبة الخصم بتاعتك حسب توتال اوردرك، لكن في مجلة الاعضاء بتاخديه قيمة مدفوعة بالسعر اللي موجود عليه. فاللي حابب ان هو يغتنمه ويطلبه يكلمني على الرقم الموجود اعلى الشاشة عشان نعمل العضوية سوا، ويطلبه ويطلب عروض مجلة الاعضاء كلها، تعتبر باقي العروض اللي معانا هي عروض مجلة الاعضاء، ويستفيد منه. وبرضو من العروض الحلوة جدا جدا اللي انا مكنتش مصدقاها، اللي هو يعني بعمل عيني كده، اللي هو ده بجد، ده بجد الاسعار دي بجد. كان عندنا طبعا عروض الاوتلت في مجلة الاعضاء، واللي هي بيكون عليها خصومات 70%، وكان من اجمل عروض الاوتلت هو العرض بتاع برفان لاك، وكان نزل بسعر رائع رائع فوق الرائع، ممتاز، سعر مبهر. ولكن كان ليه شرط ان انت تشتري من البروشور ب 199 جنيه عشان تقدري تستفيدي من العرض ده، وطبعا العرض ده بيبقى ليكي قطعتين من كل منتج او من كل مجموعة، فطبعا استغلت العرض طبعا وجبت القطعتين بتوعي، ولو عرفت اجيبه مرة واثنين وثلاثة، ده ان كان لسه موجود في الشركة هجيبه. برفانة شيك، باكجينج، ريحة، ثبات رائعة، البرفانة دي رائعة. العروض دي برضو من العروض اللي لو لسه متوفرة اغتنموها، وهيكون متاح عندي على الجروب بسعر حلو جدا. يعني البرفانة دي رهيبة رهيبة، بموت فيها برفانة لاك. وكمان برضو برفانة نادرة الظهور معانا وبتظهر كل فين وفين، وهي برفانة بتاعت سيلبريت، وبرضو كان لازم تشتري من البروشور ب199 جنيه عشان تقدري تاخدي العرض بتاعها اللي موجود في الاوتلت بتاع مجلة الاعضاء، فبرضو ما حبيتش افوتها. ناس كتير قوي قوي ما تعرفهاش، ويعني مش واخدة حقها وبتظهر كل فين وفين، ولكن دي من اروع البرفانات الزهرية اللي شمتها في ايفون، سواء دي او رير فلاورز سولار نارسيس، الاتنين روايح الجنة، انا مسميهم روايح الجنة بالنسبة لي، ريحتها وهمية
وهمية جميلة. أنا بنات حد ما بيحبش البرفانات الزهرية في العموم، ولكن البرفانة دي واللي أنا قلت لكم عليها من شوية من أجمل البرفانات الزهرية اللي مرت عليا في حياتي بجد، فعشان كده ما حبيتش أفوتها. فاللي حابب يطلبها هو متاح آخر قطعة عندي على الجروب، هتكون القطعة دي، ولو خلصت هوفرها تاني لو هي موجودة لسه على مدار الحملة. وبرضو من العروض الحلوة جدا اللي ما كانش ينفع فوتها، اللي برضو سعرها كان مبهر، وهو الشامبو بتاع Advanced Techniques وكمان البلسم من اللاين بتاع Supreme Oils. اللاين ده أنا جربت الماسك بتاع الشعر بتاعه، ريحته بهرتني يعني خطفتني، ريحته جميلة بيخلي ريحة الشعر حلوة، وفعلا الشامبو والبلسم برضو بنفس الريحة، فما حبيتش أفوتهم. كان عرضهم فظيع يا بنات، كان سعرهم لا يصدق فعلا يعني. ومن آخر المنتجات الجديدة اللي معانا في الكرتونة دي، وهو الغسول بتاع مجموعة شجرة الشاي من إيفون كير، وهو لاين جديد نزل معانا. وأنا لما بحب أجرب أي لاين جديد أو أجرب ريحته أجيب الغسول بتاعه الأول، لأن أنا مستحيل أحط كريم على وشي أو على بشرتي وتكون ريحته بالنسبة لي مش مستصاغة. وكنت برضو حاسة إن موضوع شجرة الشاي ده مش هتبقى ريحته واو برضو، لأن أنا بميل للروايح المسكرة، فقلت اعمل ايه، اجيب الغسول بتاعه، وزي ما كنت متوقعة ريحته طبعا ريحته عاملة زي ريحة ورق الشجر، يعني ريحته عاملة زي ريحة ورق الشجر او ريحة شجرة يعني. فكغسول هيبقى لطيف جدا، وهو مكتوب عليه ان هو calming moisturize، يعني مرطب مهدئ للبشرة. فأنا أستخدمه كغسول عادي، لكن كحاجة لبشرتي الوشي ما أقدرش أن أنا أستخدم الريحة دي، لأن أنا بالنسبة لي ريحة مش هكون مفضلة. لكن اللي بيحب المنتجات اللي بريحة شجرة الشاي أو اللي بيدور على حاجة مهدئة للبشرة، أكيد المجموعة دي هتكون مناسبة لي جدا. برضو بيقولوا أن الصابون دوت بيكون الكفاءة بتاعته عالية، بيكون ضد البكتيريا وبيكون منظف وكده، فبرضو هجربه أقول لكم رأيي فيه. ولكن انا حاليا قلت لكم رايي في الريحه، فمش هقدر اجيب اي حاجه من المجموعه دي تاني واجربها. ومن المنتجات برضو اللي كان عليها خصم حلو جدا في المجله بتاعه الاعضاء، وهو المزيل العرق بتاع اون ديوتي، وهو بالاستخدام الدايم بيقلل من ظهور الشعر، كان نازل برضو بسعر حلو جدا، ولكن كان شرط ان انت تشتري من البروشور ب 199 جنيه عشان تقدري تشتريه، سواء هو أو سواء المجموعة بتاعة Advanced Techniques. فدي كده من آخر الحاجات اللي أنا جبتها من عروض الأوتلت. يتبقى معانا التحفيزات بتاعتنا، كان المستوى الأول من التحفيز لو عملتي أوردر ب 1200 جنيه أو 1100 جنيه مش متذكرة، تقدري تاخدي الأمبولات بتاعة الشعر اللي هي من Advanced Techniques بالأرجان وجوز الهند، وكمان تقدري تاخدي مزيل المكياج الكريمي من ايفن ترو، وممكن نستخدمه للبشرة كلها على فكرة، بيطلب عندي كتير في الجروب وناس كتير بتحبه، والمسترايزنج جيل من ايفن كير اللي مناسب للظروف اللي احنا فيها دلوقتي، وبرضو انا مقدرش استغنى عنه، فكان تحفيز حلو جدا، وكان سعره كده يعني حاجات بسيطة ما تجيش تمن اي منتج فيهم ولا ربع منتج فيهم. فده كان اول تحفيز معانا. تاني تحفيز برضو حبيته قوي، وهي البرفانة بتاعت باشون دانس وجمالها وريحتها. البرفانة دي يعني ما كنتش بميل ليها قوي، ولكن بقيت احبها، ما عرفش سبحان الله البني ادم ذوقه بيتغير مع اختلاف سنه. وده شكلها من جوه، ورغم ان هي اودو تايلت يا بنات، الا ان ثباتها رهيب وريحتها فواحه، وانا بصنفها ان هي برفانه شتويه، لان هي برفانه قويه جدا جدا جدا، او ممكن نحطها بالليل. برده بالنسبه لي هي برفانه الاوقات الخاصه، يعني برفانه سكسي جدا جدا جدا. دي كانت اول منتج معانا، وطبعا البابل بيس الاعلى مبيعا، جود نايت سويت هارت
الشورت يا لهوي على جماله وعلى ريحته التحفة وعلى الشجر اللي فيه، وكمان الغسول بتاع الصبار والخيار اللي حجمه 200 ملي، غسول لطيف خفيف كده للبشرة تقدري تستخدميه بشكل يومي. ودي كده كانت الهدايا بتاعتنا، وانا طبعا عشان الحق المنتجات وفي غفلة مني نسيت احط الكود بتاع التحفيز الثالث، لان انا اوردري طبعا معدي 3400 جنيه، التحفيز ده كان على 1200 جنيه، والتحفيز ده كان على 2200 جنيه، كان في تحفيز تاني على 3400، وان شاء الله هعمل اوردر صغنون عشان اقدر اخده او استفيد منه. احنا كمان الحملة دي معانا على اول طلبيتين ليكي الشحن مجاني لو عملتي اوردر ب 200 جنيه بس، فده عرض حلو جدا جدا جدا، فانا هطلب برضو اوردر تاني على نفس الكود وهاخد التحفيز بتاعي، وبرضو مش هدفع شحن وهجيب المنتجات اللي ناقصاني او اللي كانت لسه مش متاحة ومنتظرة ان هي تتوفر. ده كان الاوردر بتاعنا في حملة 9، في اوردرات كمان لسه جاية لنا، اول ما تيجي ان شاء الله هنفتحها سوا ونتفرج عليها. معانا بروشور تحفة، مجلة اعضاء تحفتين، معانا منتجات كتير جديدة جميلة، معانا فلايرز نازلة على القناة تقدري تستفيدي منها لو عملتي العضوية معايا في ايفون، وعشان تعملي العضوية تقدري تكلميني على الواتساب على الرقم اللي موجود اعلى الشاشة عشان نعمل العضوية سوا وتستفيدي من كل الهدايا الحلوة دي، وكمان برنامج العضو الجديد والشحن المجاني، وتستفيدي من عروض عيد ميلاد ايفون 135. طبعا اي حد استخدم اي حاجة من المنتجات دي وحابب يسيب لنا رأيه في التعليقات تحت يقول لنا، لان رأيكم بيفيد البنات. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى على خير. باي باي.